هذا اللبن هذاك اليوم سويته، شوفتكم هو عندكم هو بالفيديو تقدرون تشوفوه. هذا قسمته اني تقريبا 3 اقسام، قسمته قسم تقريبا 8 اكياس صغار، خليت بيها خاشوقة ملح وخليتهم على الفريزر، وقسمت تقريبا 5 اكياس منه خليته على الفريزر، امتى ما اريده اطلع اللبن واخليه بجدر. الثمانية خليت بيه ملح للبنة، وتقريبا 6 اكياس خليت بيهم بلا ملح بس لبن، حطيته على الفريزر حتى من اريده اسمه من ما عدنا جبن راح اطلعه اخليه بجدر، هو على كيفه يموع لين جامد الثلج، ومن يموع شوية شوية بالقاشوقة، وبعدين يطلع لنا جبن كلش كلش طيب. من يطلع اسمه يخلص ماي وتشوفوه وصار الجبن، تخلون بيه حبة سودا اي شي تريدوا، ما اقول هذا الا هاي، وبعدين تخلوها من الليل للصبح، تخلون بيها شوية زبدة شوية اوليف اويل بكيفكم انتو، الشي اللي تحبوه انتو. هاي للرمضان كلش طيبة تطلع، حتى لا نشتري، حتى البيتزا تقدرون تستعملون هذا الجبن، حتى لا نشتري اسمه الألبان اللي نريدها، لأن هذا حليب سويت منه لبنة وتشيس راح نسوي منه ويوغرت سويت منه. واشكر البيما بيتزا، بيما كافي بيما بيتزا، اثنينهم واحد، لان هم يدعموني بالحليب وبالشيء اللي اريده للدعاية، لان هم شركة كبيرة ويقدموا لي كل اللي اريده، وان شاء الله الكل يجربوها. شكراً.